هو أخذ المرأة للحبوب التي تمنع حيضها في رمضان حتى تتم الصوم لا مانع منه شرعا، لكن الأفضل أن تترك نفسها على طبيعتها التي خلقها الله عليها. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يمنع من النساء هذا، إلا أنه شيء كتبه الله على بنات آدم. ولذلك فإذا تركت المرأة نفسها على طبيعتها فتفطر في الأيام التي يأتيها فيها الحيض، وتصوم في الأيام التي ينقطع فيها، كل هذا مما يزيد ثوابها، لأن المسألة ليست مسألة امتناع عن الطعام والشراب بقدر هي ما هي مسألة طاعة. يعني الله أمر بالصوم فصومي، أمرك بالإفطار فأفطري. حتى إن بعض النساء يجدن من الحرج عندما يأتيهن الحيض أن يعني أن يأكلن. لا، إحنا بنقول لا، كلي واشربي وتمتعي برخصة الله تعالى لك. المسألة مسألة طاعة، صم حاضر، أفطر سمعنا وأطعنا. هنا طاعة وهنا طاعة. نعم، أن نعبد الله كما يريد لا كما نريد سبحانه الله وتعالى، الله منتهى التسليم.